الله الرحمن الرحيم. نحن معتصمو الكرامة بمحطة الأبتال بالقصر القفصة، نظرا لحالة بلادنا الاقتصادية وترحيبا بالحكومة الجديدة وبالرئيس، قررنا رفع اعتصامنا عن قطار المسافرين والإدارة الجهوية للسكك الحديدية بقفصة، وذلك عن توعية منا وباتفاق تام. ولذلك نحن فعلا بادرتنا بادرة وطنية، ليست خوف، ليست مجاملة لأي كان. نحن هذا القرار اخذناه بإجماع ومتحملين مسؤوليتنا في ما نقول، فهمتني، ونطالب السلطة المعنية أقل ما يمكن أنهم يحاولوا الرد بالمثل، وهو بالاستجابة لما طلبنا أو حتى لحوارنا كسلطة معنية أو السلطة الجديدة أنها تأتينا وتحاورنا، ومرحبا بهم في كل وقت وفي كل لحظة. احنا دائما وابدا موجودين على نفس المكان في محطة الأرتال بالقطار، رغم ما قيل عنا وما اتهمنا به ظلما وبهتان من ان احنا فينا عديد الصفات التي يصفون بها من الهمجيين والإرهابيين والفوضويين. نحن لسنا بالفوضويين، لسنا بالإرهابيين، ولسنا بالهمجيين، بل نحن ناس نسأل إلا عن كرامتنا، وهي الشغل ولا شيء غير الشغل. هذا مطلبنا، ذهبنا معهم إلى أبعد الحدود، فطلبوا منا أن نحل الاعتصام نظرا لتدهور البلاد. حلينا وروحنا لديارنا وقلنا ربي سهل. طلبوا منا المساعدة في الانتخابات، قلنا لهم وهو كذلك. طلبوا منا تشكيل الحكومة، وهو كذلك. اليوم تشكلت الحكومة، فنحن هذه منا بادرة لإخواننا الجدد اللي شدوا في الحكومة الجديدة، ومباركوا لهم بالمناسبة أن رانا فتحنا القطار الركاب والإدارة للشيمينو أنهم يخدموا على أرواحهم، وهما بارك الله فيهم على الكلام اللي قالوه، لأنهم حطوا فينا وقالوا اللي احنا راه الناس همجيين. لكن هذا الهمجي اش يرد؟ راهو الكفاء، راهو 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 الهمجي. الهمجي وقت اللي يتهجم عليك، اما احنا رانا ما تهجمناش عليكم، رانا جينا نطالبوا بحقوقنا، وما جيناكمش انتم بالذات، احنا قصدنا بلادنا تونس العزيزه، تونس اللي نحبوها، بلادنا قفصة اللي هي ضحت من اجل الرجال وما زالت التو باش تضحي من اجل الرجال. ولذا نطلب منهم انهم يسحبوا جميع كلام قيل فينا، احنا رانا مواطنين وتوانسه من حقنا نعيشوا، وخاصه من ذكر منطقه السبط بالهمجيه وبالعجرفه. انا نرد عليه مباشره، انك يا سيد لو انك زرت السبط لكنت ندمت على الكلام اللي تقوله. السبط ما عندوش ما يتعشى، وقت اللي تجيه انت يبيع جرود ويعشيك، لان ما اهل الكرم، اهل الجود، اهل كل شيء، وأشرف مما يتصور هو في خاطره. ولذا نحن نطالب كل إنسان أنه يرجع على الكلام اللي قاله ويسحبه، لأنها ما ليش باش نردوا عليهم بالمثل. احنا ناس غايتنا غاية واحدة، هل يطلب يقول راني جيعان يقولوا له أنت 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 إرهابي؟ هل اللي يقول أنا راني يا أولادي غلبت من الفقر يقول له أنت إرهابي؟ سيدي احنا معتصمين كرامة، نهزوا يدينا من اي موقع من ما بين مواطنين القصر، معتمدية القصر كافة، ليست حي عمر بن سليمان ولا لالا ولا القصر. هذوكم عباد تعرضوا كثير من القهر من الحاكم بشهادة الناس الكل بكلام بذيء بكل شيء. نحن ضد، واحنا رانا متبرين من هذوم ومن هذوم. احنا رانا معتصمين كرامة لينا 8 أشهر ضد التخريب، ضد طلع شنو، احنا كل هذا. احنا جت الانتخابات قالونا يا سيدي فوضونا شوي ورانا انتخابات، تفضل انتخب. قالونا يا سيدي احنا حكومة، اتفضل. احنا ديما الاخرانيين قلنا ما يسالش. هذوكم قالوا طلع شنو حاوض منش، ما يسالش اخت محطكم تمول. واحنا وين حق؟ احنا رانا اليوم طالبين بحاجة واحدة، العمل والعمل ثم العمل. ما ثماش هذا،
احنا يا سي المرزوق اللي سمعنا خطابك وخطابك كان موجه لتونس كامل، احنا رانا تنعاونوك، لكن انت يلزمك تعاون باش تعاوننا بتوفير مواطن شغل للشباب هذا. ونطلبوا من اهل مجلس التاسيس، احنا انتخبناك وقفنا وراك يا اهل قفص، قداش فيك من عضو؟ هيونا يا ولاد هيونا، راي اي منطقه دخلت اعضاء المجلس التاسيسي من البلاصه هذيك وحلت الاعتصامات، هيو حلوها الاعتصام، هيو حلوها، هيو هاتوا حلول وحلوها يا سيدي. خايفش مسكرين باب الحوار، احنا خايفش هابطين من كوكب اخر، رانا توانسه ابناء هذه المنطقه وراه بياتنا تعذبت في البلاصه هذه وما رينا حتى شيء. بابا ما را شيء، جدي ما را شيء، طلع شكو حتى انا تحبونا ما روح حتى شيء. يا ولادي رانا ملينا ملينا وما عادش فينا حتى جهه. نهار اللي صارت الفوضى ماذا بيا كان تسمع كرئيس دوله، تسمع من ولي قفصه ولا مدير الاقليم كيفاش بعثنا له فاكس قلنا له رانا احنا خاتين وكل شيء وراء اعتصامنا سلمي وكل شيء، ماذا بينا ما تطوروش بلبله في البلاد وكذا وكذا وكذا. وصل لهم الفاكسوات وامورهم واضحه وجوا لهنا وثوروا كارثه وكل شيء على البلاد الكلاكة، ومن بعد خزروا قالوا احنا رانا خاتين رانا ما مش من احنا يا هل ترى وقع في الاعتذارات وكل شيء. باهي هل ترى هنا سيدي ما يسالش، انتم قلتوا حشتنا بلاقار ما يسالش، احنا حتى نشوف جنب لاقار، اما نحلفوكم بمين؟ نحلفوكم بمين؟ ان احنا رانا لا محبسين لاقار ولا حد شيء، راهم الخدامه هم بيديهم وحدهم وحدهم يحبوا يعطلوا الخدمه ويقيدوها على حسابنا احنا. وراهي ها نقول لك حاجه، اني معناتها بشر يخلص في مليون قاسوا لها اربع ايام، ثور كارثه ويثور في محامي وحالته حاله باش باش يخلص فيهم الاربع ايام، وانا معتصم 8 شهور لهنا لا ماكله لا شرب وساكت. يا هل ترى هذا منطق؟ وين الحق؟ وين الحق؟ عطوا لي الحق وين بالضبط؟ احنا ما حشناش حد شيء، رد بالكم تقولوا رانا حشتنا بالشومان دفار ولا معطلين على جال باش نخدموا في الشومان دفار. يا خويا احسبونا كالولايات الاخرين، الصغيره حلوا لها مشكلتها اهل النهض، دابس حلوا لها مشكلتها اهل النهض، سيدي بوزيد من الولايات الوحيده اللي تخاف منها كامل تراب الجمهوريه في الثوره تاعها، اش بها سكتت؟ اش تحلت مشكلتها؟ القصرين اش بها سكتت؟ اش تحلت مشكلتها؟ احنا يا خويا ما حشناش حتى حاجه، راه والله لنا اصحاب فوض ولنا اهل تاع فوض وخطيتنا جوج من ذيك كلك، حشتنا بحاجه برك بخدامه كيما العباد، خدامه كيما العباد نسرسقوا منك، رانا بيات عالي، احنا رانا خاتينا معتمدين لك سر يا ولادي، رانا ناس قاعدين 8 شهور لا كسرنا لا خربنا، وقتاش تكسرت تخرب كان كيخش لها الحاكم البقعه هذه، وبشهادة العساس والسجيقاد والقهواجي ومعطى ربي، هيا ثبتوا فينا برك، ما حشناش حتى بحاجة، حشتنا بحاجة برك. يا أهل السياسة، يا من انتخبناك، هيا خويا شوفنا كما شافونا العباد الكل، ما تخليناش نكرهوكم كما كرهنا اللي قبلكم، هيا خويا هيا شوفنا أرنا في حالة، أرنا مشينا طالبين حد شيء، جيتوا قلتونا أعطونا أصواتكم أعطيناكم أصواتنا، ولتو فرحانين بالجمهورية، لتو فرحانين بها الجمهورية، ومشينا باش طيحوها هذه بلادنا راه، أعطونا مسار قانوني، هذه راهي بلادنا، أعطينا حاجة برك، أعطينا وعد وسيدنا خلنا نخرجوا على أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من حي عمر بن سلمان، معتصم في لاكار تاع الكسر، عندي 7 صغار، قمت كلهم بطالة، عندي يعني 8 شهور أنا معتصم، ما عنديش بطال، ما عنديش لا خدمة لا شيء، فهمت أولاد ما يخدموش، عندي ها عندي 300 هذه تاع ماء وضوء، ما لقاش باش يخلص. هل ترى نصبر 8 شهور قداش نصب؟ 8 شهور أخرى زيد نصبر. فهمت؟ اي شنو الحل؟ انا مواطن عادي، فهمت؟ تم ها هو ها هو كيف نفس الحاله، نفس الحاله، شوفوا هذا كيفاش، شوفوا هذا كيفاش، شوفوا عندنا شباب يعني ما تصورش، ما عادش فيه اصلا مسكين باهي، هاي سيدي يجي لي نسمع انا بابا، قلت له بابا اعطيني باش نشري سروال، هما عندي يجي بابا اعطيني باش نشري قارو، هما عندي شام بربي، تعالوا يا رب شوفونا، جا رب شوفونا بحي عمر بن سلمان، تعالوا شوفونا، تعالوا الماشين يقولوا ام خماج، جماعه اللغه قالوها، والحاكم يقول ترى نعمل لكم لاخواتكم ونعمل لكم لاماتكم، يعني اي حاجه قالوها راه، واحنا ما عملنا حتى شيء، اليوم يتهمونا يقولوا ام مكسر في القاع، ما كسرناش احنا راه، كسرنا الحاكم، احنا ما كسرناش،